بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. يوسف، هيا حمد. سلينا نرجع. نرجع؟ نرجع وين؟ البلد. البلد راحت وراح النازل فيها. كنا القرين نزول حي ولا ميت؟ خليك جوا، قعدي جوا.
انتوا عم ابراهيم جايين في نص الليل في شنو؟ يا اولادي انتوا حكايتكم شنو؟ تجوني بالليل تطلعوا باكر، تطلعوا الصباح تجوا نص الليل، حكايتكم شنو؟ عايزين مني شنو؟ انا بالنسبه لكم شنو؟ عرفت سفر لوري وندمتوني عليها. شوفوا يا اولاد دي اخر مره تدخلوا فيها البيت ده، وتاني لا اشوفكم ولا تشوفوني. الدنيا اليابسه وعابسه دي ما فيها فرق لهم جديد. شبعنا هموم، شبعنا هموم. ادخلوا ادخلوا. نحن قادرين على مصايبنا لما نشيل مصايب غيرنا. ابراهيم ما تبقى كعب. انا ما كعب يا حواء، الدنيا كعبة تعطعت فينا ونحن نعطعت في اصابعنا. بلد نباصر فيها النوم، بقى فيها كل شيء عايز مباصرة. إبراهيم. أيوه. الأولاد ديل أخوان؟ لا، ديل أولاد قرية. ناس تجمعهم القرية، وديل جمعهم الموت. حرب. دمار. فاضل. شهر شهرين ثلاثة، وقدروا يهربوا من الموت المجاني الهناك. للموت البيقروش الهنا. ولقيتهم وين؟ وقف اللوري في الخلا وركبوا، ومن دون الناس اللي في اللوري قعدوا جنبي وحكوا لي حكايتهم. قلت خلاص نصل كرش الفيل وتشيلهم زي ما شالت غيره، لكن كان نفسهم انه انا اشيل همهم، وانا نفسي ما قادر اشيل همومي. في موضوع، لكن خايفة من ردك اللي بسمعه كل يوم. لسه موضوع الشغل يا عواطف. العمر له احكام. حاج بابك اللي لسه شباب 65 70 سنة يعني شو؟ وحقن الانسولين والحبوب بتاعت الضغط والحبوب اللي بتبلعها دي كلها شنو يا حاج؟ صعب صعب قعاد البيت لزول قضى حياته كلها سفر وعمل. معاكي حاجة عواطف، لأنه حياتنا مع بعض ما تجاوزت الخمس سنوات، لكن بابكر أسألي منه. أسألي منه. أسأل منه؟ الله يرحمك. معاوية أخوك ممكن يخليه يشتغل معايا.
اشتغل وين مع اولاد اخوك ديل؟ أسأل الجنوب عن عمك بابكر يا عاطف، أسأل مريدي، دوريد، بور، يامبيو، تركاكا، أسأل الغرب، جنينة، مليط، تولوس، زالنجي، حكايتكم شنو يا عاطف؟ زيل كأنه أنت وأخوانك وزوجة عمك متفقين على رأي واحد. اعتزل الحياة يا بابكر، مع انه عمك اعتزل الحياة من زمان. اسمع يا يوسف، انا ما قصرت معاك والقدرت عليه وعمل، وتاني ما عندي قدرة. حاضر يا عم ابراهيم. حمزة والولد القاعد في البيت ده فايته لامه؟ حامد؟ حامد انت عارفه ولا خلاص؟ برضه ما هتلقاه في البيت. والبيت وينه ذاته يا؟ البيت وينه؟ يوسف يا دول واللي جيت تعال كلمنا. امشي يلا امشي يا دول يلا. مهر السبق يا عبد التواب اخر عمره بجر عربيه الكار. لسه مهر سبق يا بابكر، قول الحقيقة ما تضحك على أخوك يا عبد التواب. بالصورة دي بتخلينا نخاف. أنت؟ لا لا يا حاج، جارك في السوق وفي عمرك وشغلنا واحد، الفرق شنو؟ فروقات فروقات يا حاج عبد التواب. لو على ما تجرجر أخوك في الكلام، نشرب قهوتنا أحسن. يا هاي أصل البنك وبجراية كويس، ما تنسى تجيب لي عمك جرايد. جدا جرايد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شايفك كل حاجة خليتها ليود أخوك. أنا شنو ما خليته يا عبد التواب؟ الولد ده بذكرك بشنو يا حاج بابكر؟
قهوة خليجة وكباب الشايب اللبن في حوش الصريف، وانت جايب الزدواي من كبكابية ومليط والجبل. تعال يا ولد تعال تعال. انت من وين؟ انا من ايران في مبدا. في الدنيا دي عشان تقوم تسرق الدوكن في كوكن زي الجراد زي ده حق الدقو ونادي للبوليس دول البوليس الواد ده وش ما وش جماعه بتاع انسليسيون ولا شمبانزيم ده وش زول غلبان واضح لكن يسرق عشان شنو سرق منك كم 20 جنيه خليه يدبو الولد ده بكره يكبر يبقى زي العصابة كلهم يبدو صغار ادخل جوه لدي شكرا يا اخي تخيرك سلام الله يقول انه جيعان دار ياكل يمكن حيله بيعمل اسد هو الزول المحتال يا ولد تعال اسمك منو يا ولدي اسمي يوسف دار شنو الممكن اعمله لك شنو دار اشتغل انا بشغلك هاك هاك يا ولدي هاك امسك امسك ازيك عم ابراهيم اهلا يا يوسف اشتغلت اشتغلت هاي في السوق مع واحد اسمه عم بابقر وين حامد طلع برا يا حوا يا حوا يوسف اشتغل جاك كلامي عارف مسكين الله معاه اولاد الناس اللي في قلوبهم خير لسه في ابراهيم ما تطردهم يا ابراهيم اطردهم انا اللي بطردهم انا ما متعود اطرد زول لكن الظروف طارده اخ من الظروف اللي بتخلي الزول يعمل عكس الفينيت اخ من الظروف حامد الحله ما فيها زول ما فيها زول نرجع ليه ما اكلت يا حامد يا ولدي الاكل اللي اخذته لك انا من النهار قول يا ولدي انت عيان خليها خالتي حواء انا بودي المستشفى قول يا حامد يا ولدي حوايا زي امك اشتغل مع الحاج في المغلق بشرط واحد عاطف يطلع منه وعاطف ولا قاشر ده دخله شنو بالموضوع علاقته شنو بينا ده مجرد اجير شقان معانا ما هو عشان عمه وما عنده اولاد بيفتكر نفسه الوريث الوحيد الوريث الوريث دي لما تجي يا اخوي ما بيقول حبه عواطف اختك عارفه بيسوي في شنو اسمع بكره الصباح تيجي تمشي مع الحاج السوق
وتركب في العربية وتسوق كمان، وعاطف ولا قاشر ده اركب في الظهرية ورا، سامع الكلام ده؟ حرما يا حاج، جمعا إن شاء الله. دايرين يا عاطف يا ولدي تبقى علينا حكاية المثل اللي بيقول جدات الخلا اطرد جدات البيت. يا أمي يا أمي، نازل عينهم قوية وما بيختشوا ما بيختشوا. عرسناها لعمك كبير وعاقل وقلنا ما ابتلت، كمان الليلة جيب لنا أخوها، والله حكاية. ولما نسأله يقول ليش غالي وين، يقول شغل معي نسيبي عليك الله، شفت قوة العين وحدها. عين بكيلة ليها بالتراب وفضحها وسط الملا، والورثة الدائرة تأخذها من عمك بعد وفاته، ولا لقيتيها ولا لقيتيها تتطلق هالسعدي في حياة سيد المال. البلد دي عبد التواب كانت جنة، تمشيها طول وعرض ليل ونهار، ما بتسمع غير نوتة الذكر وأشعار الزهاد ونمة العشاق. زمن زمن قبال ما الشيطان بقرن يشق الواطة ويغلبنا كلنا للجمو ونقول بسم الله. أنا ما زيك يا حاج بابكر، البلد دي اتخذت فيها زمن طويل. الزمن كله كان هناك، الزمن الهنا ده حاج زي ما بسموه ناس الكورة زمن إضافي. لكن بعد شنو؟ بعد ما اتحسمت النتيجة شاحن عربيتي وجاي من الحدود مصابق الزمن عشان لما ونس بين الناس قبل ما أصل. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. علم الله وشاهد يا إبراهيم، الولد بدور قوس قبضة من جوا، كراع الولد يجور فيها مثل الكسيح. انت يا حوا قايل الولد ده مضروب بعكاز؟ ده مضروب بطلقة رصاص كلاش، ويمكن تكون ده نار بيجي. جينا وسلمنا يا رب العالمين. شفت الدبابة المانعة العاتية دي؟ تلم لك فيها الدانة دي تخليها لك مثل الهبود مثل الرماد. خلي ولد مثل حامد، عظيماته مثل عظيمات الديك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إبراهيم الولد ده ما شوف له طريقة وديه المستشفى. منو اللي بيوديه المستشفى؟ انت وانا ذاتي بمشي معاك، يمكن يسوي له عملية ويتعالج. يا حوا انت قايلة عملية نبت ولا عملية لوز؟ دي عملية كبيرة ويمكن تلقي فيها سين وجيم ورنك تمانية وهيل أمانة. الولد ده خليه يجر رجله وما بتحصل عليه حاجة. أنا قدرتي عملتها للشوف بعدين، طالب بها لآخرة وكايس الأجر. السلام يا حبيبي. يوسف اجهزوا انت وحامد عشان نمشي المستشفى. انا قراي كويس حامد، لازم نمشي المستشفى عشان تتعالج. الناس عامله العراء والبريد والله يبقى.
والله يا جماعة أنا بشوف إنكم تخلوا مسألة الدكتور دي وتمشوا تودوا الولد ده يكوب النار. بكرة دي يلعب كورة. أجهزوا يا يوسف عشان نمشي في باقي الليل ده. الله يكون في عونكم. نلعب اللعبة كم يا خالتي حوا؟ 3000. كم؟ كده خش على أخوك. أنا بمشي البيت أكلم عمك إبراهيم وبجيكم راجع. ما بيتأخر. هسا بجيكم. خلينا بتاكل عليه ما داير الباشي بيجي شديد امشي باوي مع الباشي ما داير خلينا الطاوي شوف ما داير. لا يا حامد لا. الاولاد 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 اللي جينا منهم شنو غير شيء بالراس؟ الموضوع ده داري ما اقدر اسمعه. ادخل جوا. الاولاد في المستشفى يا ابراهيم وحالتهم صعبانه علي. وحالتنا ما صعبانه عليك؟ ماشي المستشفى ما في. ادخل جوا. لا حول ولا قوه الا بالله. انا فكرت يا حاج عبد التواب اجيب الولد يوسف ده معاي في البيت. قديم بيسدد فيه لناس ولمنطقة ولا ذكرى ما دايرة تموت يا حاج بابكر؟ والله كل اللي بتقول فيه ده حاصل. ده حبل معقود في الروح ما زي خيط العنكبوت اللي بيربطني بالجماعة اللي أنا عايش وسطهم الليلة وهم بيتحلقوا حولي زي السوار في المعصم. كلهم يا حاج عبد التواب منتظرين اللحظة اللي بفارق فيها الدنيا عشان يرثوا الجمل بما حمل. كلهم حتى عواطف الفاتك طار الزواج وتزوجتها أنا سترتها أحسنت ليها وأحسنت لأهلها. هي برضو مع المتربصين مخاليبة برة منتظرة لحظة الوفاة. عالم ما عندها وفاء ما عندها وفاء. داير اجيب يوسف البيت بيشبه ولدي. لو كان عايش هسع كان في سنه. الولد الوحيد يا حاج عبد التواب الروح كانت مقابل طلقة من نهر ما معروفة جاية من وين. يا حاج بابكر استهدى بالله. ذكرني خديجة ذكرني زمن سمح زمن سمح ضاع مني. داير ارجع لي داير يرجع لي يا عبد التواب. عايز يرجع لي. استغفر الله العظيم. اسمعي يا البايرة يا العرسوب عمري 45 سنة. البيت ده دخلتك فيه وأنا لكن ما مرقتك منه أبقى ما بيتك يا سليمان. البيت ده بيت راجلي وبيتي أنا. شوفي لك بيت تاني تعيشي فيه. العمر كله قضيته من بيت إيجار لبيت إيجار. والحاجة الوارسينه ده أقصد الحارسينه ده تشمي قطحة ما في قطحة سويها عليك ولا بتعرفيها. الحاجة الوارسينه الحارسينه ده لأولاد أخوه. أولاد أخوه؟ أولاد أخوه وين يا أختي؟ يا هو ولدك أبجي لاجل أدار أسويه راجل ده؟ يا ولية ما تتلهي يا ما تتلهي والله تلهي بالطربيط يا سيد. تلهي منو؟ تلهي منو والله إلا أملاك نار يا وهم. ها قبل ما تتج تملى جوبك بقروج عمي كلمتك أختك قالت لك مال سايب تعال خم. والله طول ما أنا عايش في الدنيا دي إلا شفت تخم لي بترا وتملى بخشمك الكبير ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا
مقفول. خذ راحتك يا ولدي، البيت ده بيتك. انسيهم يا حواء، انسيهم. انت لازم تكلم اهلك، لانه التاخير ده ما في مصلحتك. بعدين الكلاعه دي حصل لها تيبس، وارد كبير جدا انها. المهم انت كلم اهلك عشان يجي يدفع لك الرسوم. انت ما في زول بيجيك هنا غير اخوك اللي في عمرك ده من اهلك. المهم احنا كلمناك عشان تكلم اهلك. اعتبرني زي ابوك يا يوسف. انت حتعيش في البيت ده بعيد من الهم والخوف. خلينا التاو 3000. خلينا التاو زي ابوك 3000. لقيتك سرقت أول مرة كنت عايز تاكل، صدقتك. المرة دي ليه يا يوسف؟ أنا حامد. الولد ده تسلمه للبوليس، ده حرامي، لكن في الأول لازم ينجلد.
خليه يمشي. يلا يا يوسف روح. روح يا يوسف. سلام. شنو يا حامد؟ نرجع. ارجع وين؟ البلد. البلد انا قلت لك ما فيها زول تاني. انا اكون اول ناس. والمغروس يا بذرة خير من طمي النيل. يا المحروس بتلاوة عابد وورد الليل. يا المغروس يا بذرة خير من طمي النيل. يا المحروس بتلاوة عابد وورد الليل. سليل الأرض البذرة السمراء يا الولدوك وهدوك جنديل. لو الكون اتهان واتدلى لو العالي نزل واتدلى. سليل الأرض البذرة السمراء يا الولدوك وهدوك جنديل. لو الكون اتهان واتدلى لو العالي نزل واتدلى. لا بتتهان لا بتبقى ذليل. 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 الأقدام زمن غدا أسف ممتد أسف ممتد. ليله طويل ليله طويل ليله طويل ليله طويل ليله طويل. Well,